السلام عليكم، كيف نتوما الحبايب؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نعمل معكم طبيله ديال الفطور ديالي متواضعه، وغادي نعمل واحد الرغيفات عيده معمرين بالخضره، وغنعمل سميتو واحد الصبه بالقرعة الحمراء كتجي زوينه، وبطيبيطات هكايا الحشوه الاختيار ليكم اللي بغيتو باش تحمروهم عمروهم. وها هو دا هو الفيديو ديالنا، وتبارك الله عليكم وتابعوا الفيديو. بسم الله على بركه الله. بالنسبه ل انا غنعمل واحد المسمنه هيدا في الفران. عملت هنايا نص كيلو ديال الطحين بيض الرطب، واحد جوج كيسان ديال الفينو. المهم عملت شويه الفينو، غنعمل الملحه، غنعمل شويه الخميره، غير شويه ما نكثرش، ها نتوما، وشويه الخميره الحلوه. هاد المعلقه راها صغيره ديال القهوه، ها نتوما ديال، المهم صغيره. غنعمل هنايا الخميره الحلوه، وغادي نخلطو بالماء دافي ونطلق معاكم. ها نتوما، انا الصراحه ولا كيحمقني عجين في هاد الطاساعي، كنغطيها في الغطا ديالها وكنخليها طلع العجينه ديالي تخمر. ممكن ليكم تعملوها حتى في العجانه، انا كيعجبني كنخلطو هنايا وكنغطيها بالغطا ديالها، داك هي كتخمر ليا العجينه. ها نتوما خوتي، بالنسبه من بعد ما حيت العجينه ديالي كتخمر، انا دوز دابا نعمل معاكم الحشوه اللي عندي في المسمن. عندي هنايا القرع الاخضر، عندي هنا هاد الفلفلات في اللوان، عندي هذه واحد السودانيه فلفله حاره خضره هكا قطعتها طريفات، عندي هنايا خيزو، واحد جوج خزوات محكوكين، وهذه تاني محكوكه بصله الخضاريه. كما كتعرفوا دابا البصله رحنا بعدا حاليا وصلنا عندنا 15 درهم وزياده، انا كنشري غير هاد الخضاريه عامله 10 دراهم ما كيعبروهاش، يعني البطاقه د هدايا كيعملوا لك 6 درهم 5 درهم اللي بغيتي. انا عملت هنايا البصله الخضاريه وشويه شتي صدر الدجاج اللي عملت اختيار، يعني الدجاج ولا حتى ولا اللي بغيتو نتوما، عملتي شويه صدر الدجاج. دابا غنعمل شويه العطريه ديال الحوت، هي اللي غنعمل هنايا شويه ديال التحميره وشويه ديال الابزار، صافي هادشي اللي غادي ندير. انا ما كيعجبنيش الكمون وداكشي في الحشوات، ما كنحملهمش. دابا راني عملت هنايا شويه العطريه الحوت، شويه التحميره، وشويه ديال الابزار. غنضيف شويه ديال الملحه وشويه الزيت راني عاملاه من التحت، وغادي نرد الحشوه ديالي تقلى. كوكات البصله الاخرى يمكن لي نسبق البصله الاخرى تشحر عاد نضيف هادشي اللي عندي، ولكن دابا لا، عندي البصله الخضاريه هادشي كلشي طري دغيا دغيا غيطيب لينا. هانتوما خوتي، من بعد ما خدت سمرات العجينه ديالي شتا كنديرها في ديك الطاسه، كيعجبني كتسدلك عيب وحده. ها دابا غادي نعملها عي كريسات هكا صغاري. هانتوما هانتوما خوتي، من بعد ما طلقات العجينه ديال شويه، الحشوه ديالي من بعد ما طابت هي هادي. الحشوه راني زدت لها سميتو الربيع معدنوس هكايا، درت لها واحد الربطه ديال المعدنوس مقطعات، تشحرت الحشوه ديالي عاد ضفتها في التالي باش كيبقى داك المذاق ديال الربيع مزيون. هانتوما خوتي، بعد ما طويتهم كاملين دابا غادي نرجع الاولى.
بسم الله على بركه الله. من بعد ما سالك المسمن ديالي دابا غادي نرجع باش نصايب معكم الخمرات معمرين كطيبوهم ناشفين بعد كنعمرهم بالحشوه اللي موجود عندنا في الدار. ثم عندي هنايا كيلو ديال الطحين رطب ونص كيلو ديال الفينو، عندي هنا الملحه على حسب الذوق، عندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال السنيده، وعندي هنا واحد 4 ديال المعالق ديال زيت ليسيون، عندي هنايا المدافي باش نجمع العجينه ديالي. هانتوما خوتي من بعد ما عملت العجينه ديالي دابا عملت الملحه تقريبا هيدا معلقه صغيره الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. عملت سميتو الزيت 4 المعالق وضفت الماء، بالنسبه للخميره درتها هنايا زدت عليها شويه ديال الماء هي وسنيده وهذا وصافي غادي نرجع دابا نعجن. هانتوما من بعد ما حركت هاد السنيده مع الخميره هانتوما دابا غادي نضيفها. هانتوما اختي من بعد ما تعجنت العجينه ديالي هانتوما يا شوف الكاتس وكنخليوها شي قاص هكا مدلوكه مزيان. نخليها ترتاح ونتلاقاو خوتي من بعد ما خمرت لي العجينه. الصراحه خمرات تبارك الله باش كيجيو الخمرات ديالنا خاويين من الداخل وزوينين. ما عملتلاش الزيت داكشي علاش لصقات لي السلوفان تومايا. المهم عملت هادو على شكل هكا طولي وغنعمل الاخرين مدورين، غنقطع هادو غنطلقهم بالمدلك وغنقطعهم غير بشي غطايه هكا ديال قرعه الشكلاط ولا اي حاجه مدوره صغيره غنقطع بها. هادو بغيت نديرهم على شكل طولي هانتوما هادو غنعملهم هكا على شكل طولي. هانتوما هما كيطيب من بعد ما ساليت الاخره طلقت هادوما على شكل طولي والاخرين مدورين قطعتهم غير واحد الغطايه ديال الشكلاط. دابا عي كيبداو يشدو راسهم هكايا تنعملهم في المقله. انا ما كنخليهمش الصراحه يخمروا عي كنسالي هذا الاخره كنرجع نطيب في الاولى لان ما خصهمش يخمروا، الا خمروا كترجع لينا فيهم الخميره وما كيتنفخوش. هانتوما كنبقاو نقلبوهم ما كنخليهمش يشدو راسهم مزيان تحت، هما كيبياطو من هاد الجهة من هاد الجهة وحنا كنقلبوهم باش كيتسفقو تبارك الله هكا كيجيو مهاويين من الداخل. صراحة هكا على شكل طولي كيجيونا ساندويشات فنين كيجي بحال خبز ديال الشاورما. دابا بديت كنطيب هاد المدورين هكايا حتى هما عاد كيبداو يشدو راسهم شويه كنبقاو نقلبوهم. هانتوما كنجهدو عليهم العافيه كنبقاو نقلبو هكا بشويه بشويه المهم ما كنخليهمش يشدو راسهم. هانتوما ياك كنبقاو من هادي لهادي كندورو عليهم كاملين وهما كيطفو والعافيه تتكون مجهده باش كيتسفقو.
هانتوما خوتي من بعد الخمره ديالي ما طابوش تهطول تبارك الله كيفاش راهم يجوا. هانتوما تبارك الله كيجوا خاويين من الداخل، غير هما ما خصكمش تخليهم يخمروا. هانتوما يا شو كيجوا خاويين، هادو الصغار تا هما شفتو كيجوا خاويين. هانتوما يا والحشوه لكم الاختيار نتوما اللي بغيتو. انا صراحه نعمرهم عيب شليضه هكايا عمره بسيطه باش غنعمرهم. اللي كان عندكم لا داند الكفته اللي بغيتو باش ما بغيتو تعمرهم كتعمرهم كيجيو بنانين وزوينين. بالنسبه للحشوه خوتي ها نتوما يا عندي هنايا بطاطا قطعتها هيدا صغيره وقليتها، عندي هنايا بيطات مسلوقين وحكيتهم، عندي هنا واحد الحبات مطيشه مقطعه، واحد الحبه ديال الخس محكوكه، حبه ديال الخيار محكوكه حتى هي، وعندي هاد المايونيز بالفرماج. مايونيز بالفرماج كتجي واحد الصلصه زوينه، المهم كطلعي مايونيز كتزيدي عليها فرماج والزعتر كتجي واحد لوكم زيون. دابا غادي نبدا هانتي كنكتفي فقط غنعمل هاد لاصوص ديال الفرماج. غنضيف شويه ديال الخيصه شويه ديال الخيار، المهم نتوما عندكم الاختيار تبارك الله كل نهار ورزق اللي عندكم طبعا غادي تعمروا به. انا بهاد الخشوه هذه كتعجبني كتجي زوينه وفي نفس الوقت كتبقى صحيه. ها نتوما يا نعمل بيطات بطاطا نتوما يا ديك الساعه اللي بغى يزيد لاصوص ولا شي حاجه كيجي زوين بهاد المنظر هكايا وكيجيو بنانين الصراحه. نتوما يمكن لكم تزيدوا الزيتون تزيدوا المهم اي حاجه عندكم يمكن لكم ديروها. نتوما من بعد ما خليت العجينه ديالي كتخمر دوزت دابايا باش نصايب معكم الشربه. هانتوما عندي هنا جوج كيلو ديال القرع حمراء من بعد ما جبتها وغسلتها نقيتها من داك القشره ديالها، زدت عليها جوج سنيونات ديال الثومه حيد عليهم القشور ديالهم. عندي هنايا الزيت، عندي هنا واحد الحبه ديال البطاطا قطعها كطريفات، عندي هنا بصله خضريه واحد البصيله هكايا هي بصله عندكم يمكن لكم ديروها، عندي هنايا الملحه كتبقى على حسب الذوق، عندي هنا شويه المعدنوس، واحد المعلقه ديال الزبده، عندي هنا الابزار، وعندي هنا الزعتر. دابا غنعمل شويش الزعتر، لا الابزار يا ربي ماشي الزعتر. غنعمل شويه ديال الزيت حيت هاد القرع راه ندخلها دابا الفران باش تحمر شوا شي شويه عاد نردوها طيب. عندي هنايا الملحه هانتوما ندخل فيها هاد الزيت مليحه والبزار ندخلو مزيان. صراحه مقنعتني شي هاد المغروفه، غنعمل يدي هكا هانتوما يا باش ندخل فيها ديك الزيت ندهنها مزيان بديك الزويته والبزار مليحه. دابا الفران ديالي راه كيسخن هانتوما يا هانتوما عملت هنا واحد المعلقه ديال الزبده كبيره، غنضيف شويه ديال الزيت بلديه غير شويه تقريبا واحد المعلقه اخرى. غنعمل دابا البصله هانتوما عملت الزبده والزيت والبصله، دابا غنعمل شويه ديال البصل وشويه ديال الملحه. هانتوما دابا تتشحر لينا هاد البصله مزيان حيت الكرعه راه عندنا طايبه، غير تشحر هادي مزيان غنضيفو البطاطا والكرعه ونقعو عليها ونصبطو عليها ان شاء الله. هانتوما من بعد ما تشحرت البصله مزيان هانتوما هي دابا غادي نضيف هاد البطاطا. هانتوما من بعد ما طابت في الفران شفتو صوص الطوماطا طابو الكرعه حتى هي طايبه كيجيب واحد اللوكو ديال التحمر فيها مزيون كطب مره. هانتوما هي دابا غادي نضيفها على البطاطا والبصله. يلا يا كتسج هانتوما عندي دابا شويش الزعتر قلت لكم فيها عين مليحه والابزار وشويه الزعتر كيتواتى معها كيجي مزيون. المهم عندي هنايا الماء سخون يطرو نص ديال الماء كنضيفوه عليها هانتوما دابا غنسدو عليها ونطلقوا. هانتوما يا من بعد ما طابت غنزيد لها دابا واحد خمسه ديال الفرماجات، المهم اربعه خمسه شحال ما كثرتو كتجي زوينه، ولا كتلقش دا يكون احسن كتجي فنه الصراحه. هانتوما وغنزيدها دابا شويش المعدنوس طري هكا وغادي نطحنها ونطلقها معاكم. هذا هو
مشكل نهائي د لا فيديو ديالنا. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم. خليو ليا لايك، ديروا خليو كومونتير زوين وديروا لايك، وتبارك الله عليكم وعواشركم بركه، والسلام عليكم.